الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الرابع على التوالي، كأن الكاف محتاج يحط الأهلي في النهائي وباقي الفرق تلعب على اللي هيتأهل ضده. الأهلي تقريباً شبه حسم بطولة الدوري بعد خسارته في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي الزمالك، ومارسيل كولر فاز بثلاث بطولات مع الفريق الموسم ده. أربع ماتشات بس خسرها الأهلي مع مارسيل كولر من أصل 45 ماتش، مفيش ولا خسارة محلية. الأهلي ما استقبلش ولا جول في آخر 10 ماتشات متتالية. من وقت الخسارة من سان داونز في 11 مارس اللي فات، الأهلي ما استقبلش غير جول واحد بس، كان من بيراميدز في نهائي كاس مصر. في خلال الفترة دي الأهلي لعب 14 ماتش، سجل 29 جول. الماتش الوحيد اللي غاب فيه عن التسجيل كان ضد الرجاء في المغرب بعد الفوز ذهابا 2-0. أرقام ممتازة للأهلي تحت قيادة مارسيل كولر قبل نهائي دوري الأبطال، وهي دي الفترة اللي غالباً الأهلي كان بيوقع فيها نقط في الدوري بسبب التركيز على دوري الأبطال. لكن السنة دي الوضع مختلف مع مارسيل كولر اللي شكله كده نقل فعلاً الأهلي لحتة تانية. الأهلي عمل بروفا بتشكيله الأساسي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا. لو قارنا بين تشكيل الأهلي في الماتش ده بتشكيل الأهلي في مباراة الدور الأول ضد نفس الفريق واللي انتهت بالتعادل 1-1، علشان وقتها الأهلي يدخل مرحلة شك بعد التعادل مع فيوتشر وسموحة، هنلاقي ملخص لرحلة كولر مع الأهلي. شادي حسين وبرونو سافيو الاتنين تقريبا خرجوا من حسابات كولر مع الأهلي، مع أفشة اللي دوره اتغير مع الفريق كانوا في التشكيل الأساسي للأهلي في ماتش الدور الأول ضد سيراميكا. كولر استفاد من كل مرحلة مع الأهلي علشان يكسب لنفسه رصيد من الثقة عند جمهور النادي، وقدرة على التدوير وتجربة كل اللعيبة في ماتشات الدوري بسبب النتائج اللي حققها قبل كده وشبه ضمنت له التتويج بالدوري. فعنده القدرة مش بس على إراحة الأساسيين، لا وكمان تجربة البدلاء والتخطيط لموسم انتقالاته قبل ما يلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا. رفاهية ما كانتش موجودة عند الأهلي في الكام موسم اللي فاتوا. فتعالوا بقى نفتكر كده مع بعض إزاي كولر استفاد من كل مرحلة مع الأهلي في خلال الموسم. المرحلة الأولى كانت كأس العالم للأندية اللي كولر لقى نفسه فيها بشكل مفاجئ مع الأهلي بسبب إقامة كأس العالم للأندية في المغرب ومشاركة الأهلي كوصيف، تحدي إضافي ما كانش كولر عامل حسابه عليه واللي زود الضغط نتائج الأهلي في آخر نسختين. الأهلي كان فاز بالبرونزية. لو تفتكروا الأهلي سافر المغرب من غير المهاجم اللي طلبه كولر علشان يدعم فرقته في فترة الانتقالات الشتوية، فالأهلي تعرض لخسارة منطقية من ريال مدريد في السيمي فاينال، وبعد كده خسارة من فلامينجو برعونة رغم انه كان متقدم 2-1 وجات له ضرب الجزاء ومحمد شريف ضيع انفراد يخلص الماتش، فما كانش منطقي كم الفرص اللي ضيعها الأهلي خلال الماتشين دول. استفاد من المشاركة في كأس العالم للأندية بأنه وصل للشكل النهائي اللي لازم تكون عليه فرقته، تشكيل ثابت بقى بيلعب أغلب الماتشات وخصوصا الماتشات المهمة في دوري أبطال أفريقيا. فببساطة تقدر دلوقتي وانت بتتفرج على الفيديو ده تقول ايه هو التشكيل اللي هيلعب بيه الأهلي ضد الوداد. وده ينقلنا لمرحلة تانية مهمة في رحلة مارسيل كولر مع الأهلي. مروان عطية هو التعريف المثالي للإضافة المتوقعة من صفقة شتوية، بالإضافة للجودة اللي بيتمتع بيها مروان عطية، بس هو عنده حاجة غالبا بتبقى غايبة عن أغلب الصفقات اللي بتروح للأهلي من الدوري المصري. مروان عطية أظهر هدوء وشخصية كبيرة في التعامل مع فترة صعبة انضم فيها للأهلي، شارك في كأس العالم للأندية ومر بموقف صعب غير معتاد مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وده بسبب أن مروان عطية منضم من نادي جماهيري هو الاتحاد السكندري، فانضمامه للأهلي ما عملوش صدمة بسبب جمهور الأهلي الكبير. أول مشاركة لمروان عطية بشكل أساسي مع الأهلي كانت ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية، ومن وقتها مروان عطية واحد من ثلاثي الوسط اللي بيعتمد عليه كولر مع الأهلي، والواضح إن كولر بيهتم بأدوار لعيبة خط الوسط أكتر من تمركزهم، فلعيب خط الوسط اللي يستحق مكان أساسي عنده هو اللي يقدر يقطع الكرات وفي نفس الوقت ليه دور هجومي، فبيساهم مع الفريق هجوميا وبيلعب تمريرات متقنة.
ويمكن ده جاي من خلفية كولر كلاعب، لأنه كان لعيب خط وسط مدافع، ورغم كده سجل 76 جول في مسيرته. طيب، مشكلة المهاجم دي برضو ما هي محتاجة حل، لأن كولر طلب التعاقد مع مهاجم والأهلي ما توفقش في ضم جاكسون موليكا من بشكتاش. خلال نفس الفترة دي كان إيقاف كهربا بينتهي، كهربا رجع من الإيقاف، خد وقت مع الأهلي وبعد كده دخل التشكيل الأساسي، وبصراحة حل جزء كبير من مشكلة الأهلي الهجومية بفضل إن هو سجل 9 أهداف في 20 مشاركة مع الأهلي. رقم مميز مش كده؟ بس خليني أقولك إن محمد شريف بالمشاركة مع محمد الشناوي هما الاثنين أكتر لعيبة شاركوا تحت قيادة كولر، مش شرط مشاركة لمدة 90 دقيقة، بس خدوا فرص للمشاركة تحت قيادة مارسيل كولر، فالرقم اللي سجله كهربا ده يوضح لك هو حل مشكلة عاملة ازاي في هجوم الأهلي. مرحلة مهمة كمان في رحلة كولر مع الأهلي، بس هي تتعلق بالمستقبل. كولر قرر يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية في الصيف، بس توقيت القرار ده كان مميز جدا، لأن الأهلي خد القرار ده في الوقت اللي كان مهدد فيه بالخروج من دوري أبطال أفريقيا من مرحلة المجموعات. قرار شجاع من مارسيل كولر اللي بيفكر أنا هعمل إيه الموسم الجاي، وهل أنا محتاج أغير في شكل الفرقة ولا لأ. فكولر مش هيلاقي نفسه في الصيف مجبر على الاحتفاظ بلعيبة هو شايف إن هم مش مفيدين لفرقته، على حساب إن هو يضيف كواليتي للفرقة بسبب إنه بيشارك في البطولة العربية ولازم يحافظ على القائمة الموجودة، فيقدر يعمل موسم انتقالات كويس يتخلص فيه من اللعيبة اللي هو مش محتاجهم وخرجوا من حساباته، ويضم اللعيبة اللي هو شايف إن هم ممكن يضيفوا كواليتي للقائمة بتاعته، وطبعاً يعمل معسكر إعداد محترم للموسم الجديد. رفاهية برضو ما كانتش موجودة عند الأهلي ولا فرق كتيرة في الدوري المصري خلال المواسم اللي فاتت، فالواضح إن الأهلي دلوقتي عنده المدرب الأفضل من ناحية الأداء والنتائج، ومحلياً كمان بيتفوق على بيتسو موسيماني، وفي نفس الوقت الراجل مبسوط وعايز يكمل، وده اللي يميزه عن ريني فايلر. لما سألت وكيل كولر عن تجربة الراجل مع الأهلي قال لي إن كولر مبسوط ومن الواضح إنه عايز يكمل في مصر ومرتاح في مصر. طيب، هل الأهلي وصل للكمال مع كولر؟ الإجابة هي لأ، الاستمرارية هي اللي تقول إذا كانت الفرقة دي وصلت للكمال ولا لا، لكن الأكيد إن كولر في الموسم الأول أثبت إنه يستحق الدعم من إدارة الأهلي وإنهم يوفروا له عوامل النجاح، وبالثقة اللي كسبها يبقى هو مسؤول مسؤولية كاملة عن ملف التعاقدات، هو اللي يختار مين يمشي ومين يقعد ومين ينضم، فما تلاقيش الراجل مهمش لعيبة من بداية الموسم بسبب انه مش مقتنع بيهم رغم ان الاهلي ضمهم في الصيف. لو وصلت لحد هنا يبقى انا بشكرك ومبسوط ان الحلقة عجبتك، وبطلب منك انك تنزل تاخد لفة في الحلقات اللي فاتت، وبوعدك انك هتلاقي حاجات تبسطك وهتكملها لحد الاخر.